لما نيجي للاستراكشرز اندر كفر اوف ذا اكسنسوري تيناكل هنلاقي ادي الفيرست كومبارتمنت اهو ماشي فيه اتنين ماسلز ابداكتور بولس لونجس واكستنسور بولس بريفس. السكند كومبارتمنت اهو على الريديوس بارلو ماشي فيه اكستنسور كارباريا ديالس لونجس واكستنسور كارباريا ديالس بريفس. التالت كومبارتمنت ده بيمشي فيه اكستنسور بولس لونجس. رابع كومبارتمنت بيعدي فيه اكستنسور ديجيتورام واكستنسور انديسيز وبوستيرو انتر اوسياس نيرف وانتيرو انتر اوسياس ارتري. خامس كومبارتمنت ده بين الريدياس والالنا بيعدي فيه ماسل واحده اسمها اكستنسور دي جي تي مينيمي. سادس كومبارتمنت بيعدي عليها ماسل اسمها اكستنسور كارباي النارس ودي طبعا موجوده على الدورسال سيرفيس اوف ذا النا. يبقى اربعه كومبارتمنت على الريدياس واحد بين الريدياس والالنا والتاني على الالنا. ادي هما ادي الكومبارتمنتس ده الفيرست كومبارتمنت وبعدين ده السكند كومبارتمنت وبعدين ده الثيرد كومبارتمنت وده الفورث كومبارتمنت وده الفيفث كومبارتمنت وده السيكس كومبارتمنت تحت الاكستنسور ايه ريتينا. نبص نشوف نراجع مع بعض تاني الفيرست كومبارتمنت. طبعا احنا بنقول these compartments are arranged from lateral to medial as follows. أربعة منهم اتفقنا على الراديوس وواحد compartment between radius and ulna وواحد compartment على الالنا. first compartment من على الراديوس ده transmits الابداكتور بولس لونجاس والاكستنسور بولس بريفس. second extensor carbis radialis longus وبريفس. third اللي هو extensor بولس لونجاس بس. الفورس اكستنسو ديجيتورام وانديسيز وانتيرو انتر اوسياس ارتر وبستيرو انتر اوسياس نيرف. فيفث كومبارتمنت اكستنسو ديجيتي مينيمي. سيكس كومبارتمنت في اكستنسور كاربي النيرس.